نادين جودي الأستاذة الجامعية والباحثة بالشؤون التربوية اليوم بترفقني بهالفقرة، والموضوع اللي بدنا نحكي عنه أنه كيف نستغل المناسبات والأعياد لتهذيب وتربية أولادنا. هيت لنشوف شو هالموضوع. يعني قربين على عيد كمان، هيك كيف بدنا نستغل هالمناسبات؟ ما بعرف يعني التفاصيل. معك نادين، صباح الخير. صباح النور، صباح الأعياد والمناسبات الحلوة. اشتقنا للفرح، اشتقنا لنسمع انه كلمة عيد وبهجة وكلمة سرور، عكثر ما كل مرة بنقول ضغوطات الحياة وصعوبات. واليوم احنا بعيد وقادمين كمان على عيد إذا الله راد، امبارح عيد العمال كمان وعيد الفصح ورمضان، فكل أعياد إن شاء الله. إن شاء الله نقدر هيك نلفت نظر الأهل كيف ممكن يدخلوا البهجة والسرور للأولاد. بس إنه تهذيب هيك الأولاد كيف تهذيب بعد هالضغوطات اللي عم بيعيشوها وهالزربة بالبيت؟ لأنه ما في كتاب بعلم الأخلاق والقيم، بدنا نحكي هذا الشيء، ولأنه نحن قدوة لإلهم، فتهذيبهم بنكون من خلال تصرفاتنا معهم، من خلال سلوكياتنا معهم قبل العيد وخلال العيد ويمكن بعد العيد. يعني ممكن نعمل كتير أنشطة مع الأولاد، نعمل على كلمة تهذيب اللي هي إعادة سلوك معين، يلي هو خليه يفكر بالتعاون، خليه يفكر بشو يعني الصدقة، شو يعني أنه يكون منيح مع الآخر، من خلال تحضير أكل معين، هدية معينة. فشو بدك نحكي؟ يعني تشاركي أكثر بالمهام، يمكن كمان بتحضير مثلا هلا الافطار، او يعني بتعرفي انه يشارك الولد بكل هالقصص، نحسسه بالمسؤوليه. بركه تهذيبه من خلال تعليمه القيم، غرس الاشياء من خلال ستيب باي ستيب، مثل ما انت عم بتقول. اذا بدك نحكي على الافطار، خلال انه هو يحضر الاكل مع امه ويوزعه لحدا. اذا بدنا نحكي على الهدايا، له اختار لعبه انت بتحبها لتعطيها لحدا محتاج، لانه عاده الفكره انه نحن بنقدم اشياء مننا بحاجة لها عادة لحدا محتاج. خلينا نعزز في هذا الشيء، إنه نحن الشغلة اللي أنت كتير بتحبها قادر تستغني عنها، هيقلك لا. هون منخلي نحن نعوده إنه هو في حدا محروم من شيء أنت أوريدي عندك إياه. هون بيجي التهذيب، إنه هل أنت قادر تستغني عن شيء بتحبه؟ هيقلك لا. طب ما غيرك بحاجة لكتير أشياء بحبها ومش موجودة عنده. فقدي بدي أنا أشتغل على الأكتيفتيز معه. إذا في عنا مثلا هلأ فينا نستغني شيء من الاستوديو، يمكن نأخذ لكم شيء من الاستوديو فريق الإعداد ونروح نخلي نضال. هاي نضال، عن شو بتستغني؟ بس ما بيستغني عن شيء، هول على هيك. ما هو قدوة للمناسبات والأعياد أكيد. فممكن نزين نحن وياهم شيء كونتينر. هلأ بسبب الضغوطات المادية مش عم نقول للأم نحن يا دوب تخلص بهدايا لأولادها. ممكن من مرتبين فاضي عندها يشتغل عليه تلوين ويهدي لحدا، خليه يعرف قيمة التعاون. إذا بدنا نحكي بعد عن قيمة المال بالعيد، يعني مش بس استغلال المناسبات للقيم الأخلاقية والدينية والروحية، ممكن المال أنا أقول له أنا عوده على الادخار وتصميد المصاري قبل بفترة لأولادك. مثلا كل يوم تكون عم تعطيهم شيء بتقولي لهم هلأ كرمال يجي، بس يجي وقت العيد شو بدنا نشتري بالعيد. قلنا تهذيب، كيف قلنا البداية تهذيب وتعديل سلوك الأولاد. بس هيدا بده تحضير قبل، يعني أنك تحضر الولد، مش أنه فجأة هيك هلأ جاي العيد بلش. مثل ما بتحضري للمدرسة ومثل ما بتحضري لمولود جديد، للعيد في تحضيرات. نحن من أول يعني من قبل بشهر بتقولوا بعد شهر جاي العيد. طب أنه بالنسبة له العيد هو عدية؟ لا، العيد مش بس عادية، دايما نربط العيد بشيء غير القيمة الدينية والقيمة الروحية والتعاون والتثقيف. عيد العمال، عيد الفطر، عيد الفصح، غير انه كان في عنا صيام 30 يوم او 40 يوم حسب الطائفة. نربط العيد ببهجة الولد، يلي هو مثلا إذا ما نحكي عن الولد أنه الأم مش قادرة تدفع له مصاري، مش قادرة تجيب له هدية لهذا الولد، شو اللي بيدخله السرور؟ مثلا هو بحب يلعب باسكتبول، فوتبول، نربط أنه بالعيد لح نلعب باسكتبول، لح نلعب فوتبول. بوجود الكورونا هلأ ما في كتير ألعاب، فهي بنثبت على فكرة الحب. زيارات العائلية ممنوعة، ممكن أنا قرر انه انا هلا نحن نشترك كلنا مع بعضنا خلال زوم انترفيو. كيف امرار نحن بنتلاقى معكم؟ بكون مشتاقه لكم ساشا، ما بقدر اشوفكم خلال الانترفيو زوم. كمان الاولاد بهالفتره ممكن نقول لهم انه التواصل والحب هو اساس، والعديه تحصيل حاصل، وفينا بنرجع عم نطمن محل لمحل. عكس ما عم نفكر انه شو ممكن يعملوا الاهل غير الاكل مع اولادهم، يخلون يعملوا الحلويات المعمول مع بعضهم، الاشكال. اذا بدنا نبلش ساشا، خلينا نرجع تشتتوا افكاري، لانه دغري عم بتخيل الولد نهار العيد شو عم يعمل.
نهار العيد انه في تبادل الهدايا. الهدايا شو تعلم منها لما وصل للهديه؟ شو تعلم؟ تعلم تصميد المسار مثل ما قلنا، تعلم مشاركه الهديه مع الطرف وقيمة الاخر، وقيمه الهديه بحد ذاتها، وقيمه الهديه بتعني له كمان، وتعلم كمان انه مش كل شيء بده اياه بيحصل عليه، لانه الام هو مش قادره تخليه يشتري اللي بده اياه. ممكن تقول له بدك هيدي او هاي. الاوبشن الثاني اللي عم تعطيه هو ما بحبه، بس هي مش قادره تدفع له شيء، مثلا مش قادره تدفع له لتليفون، بتقول له بدك هيدي اللعبه او هيدي اللعبه، بتعطيه اوبشن ثاني هو ما بحبه لينقي لتوصل لهي اللي بدها اياه، وبتعرف انه ممكن يستفيد منها. صراعه كثير قوي، الاستثمار المناسبات كثير حلو للقيم مثل ما عم نقول الماديه المعنويه. بعد شو بدي افكر؟ عم فكر حتى بتعرفي نادين، يعني للاسف كمان هالايام اختلفت شوي معاني العيد والاحساس بالعيد نتيجه الظروف اللي نحن عم نقطع فيها. بعرف انه هيدي فتره كمان يمكن صعبه انه على الاهل اذا بدك يضبطوا هيدي القصص كلها، اذا هن مش حاسين اذا بدك. عشان هيك ساشا رديت انا قلت انه نربط بهجه العيد بشيء ولد بحبه، لانه تغيرت قصه نجتمع عائليا. حرام الاولاد ما يحسوا، يعني نحن متذكر قبل كانت عن جد عيد كل السنه تعني لنا. احلى صوره للولد تبقى بذهنه هي صوره لمه العائله بالعيد، احلى هديه شو اخذها، فما نروح له هيدي البهجه لهلا ولا بعدين. عشان هيك انا قلت انه نحن عم نقدر انه وضع اقتصادي صعب، كورونا مش عم نقدر نتلاقى، بدك تعرفي شو بحبه ابنك وتقولي له بهيدا النهار بالعيد احتفالا بالعيد نحن حنعمل شيء انت بتحبه، خلي له شيء بحبه لهيدا النهار. طب اذا الاهل مش قادرين مثلا يجيبوا هديه للولد لانه كلنا بنعرف يعني الوضع الاقتصادي هلا صعب، هون فينا مثل ما بيقولوا تحمل شوي الولد انه مثلا نحن هلا بوضع صعب، قاطعين بظروف صعبه، مش قادره اجيب لك هالهديه لانه هالهديه مثلا غاليه بقدر اجيب لك. فينا نحكي بهالصراحه مع الولد او بيختلف من كمان؟ من اول وقت كورونا والوضع الاقتصادي كنا عم نقول للاهل نحن حاولوا انكم تحملوا اولادكم المسؤوليه اللي شوي انهم يعرفوا إن قديش نحن معنا بنقبض وشو كيف عم نصرف ونحن ما حارمينك ومش معناتها ما بنحبك. من زمان كنا عم نقول للاهل نصيحه انه شارك، خلوا اولادكم يشاركوا بالوضع معكم، بس ما نضلنا نيجاتيف 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 حتى ما الولد يحس حاله قلتي انه هو عم يطلب من اهله هو عم بيعذب اهله. بهيدي المناسبه بالذات قبل بوقت نحن كنا بنقول للولد تحضير مثل ما قلتي ساشا لازم نحضره قبل بوقت، كل يوم نقول له مثلا لو فرضنا هيدي ال 1000 ليره مثلا، ال 1000 الثانيه حنحطها بالاجه، اوكي؟ كمان بدي اعلمه على قصه الايداع والسحب، هون انا بدي استثمار العيد لحتى اعلمه رياضيات، لغه، مهارات حسيه حركيه، لحتى اعلمه التعبير والالقاء، فيني اقول له خلينا نحضر نحن شيء قصه بدنا نقولها لحدا نهار العيد، نشتغل على الالقاء، خلينا نعمل حوار شو حابب تعمل بالعيد، رح نعمل تقييم ذاتي، انت شو كنت مثلا بهالفتره، انت شو حبيت بحالك، شو ما حبيت بحالك، شو حابب تحسن للعيد الجاي، فنعمل قصه تقييم ذاتي، نعوده على الحوار، على الالقاء، نعمل الاجي مثل ما بنقول لحتى يقدر يعمل حسابات، وما ننسى نهار العيد للاولاد الصغار اذا حيلا شيء ممكن لف له حيلا شيء عندي بالبيت خليه اياه هو يلف كادو لحدا ثاني، او انا لف له اياه. هدفي هون تنميه العضلات الحركيه، يعني ابسط الامور. ما انه كل نهار على التابلت يعني، لانه كل نهار على التابلت ممكن هو يكون في عنده كمان على نفس الحركه ممكن يصير في عنده تشنج ومشاكل. الحركات قصدي انا هون مثلا بالقص بتكون عم بتنمي له عضلات صغيره، ممكن يكون باللف بالعكس بتعلمه الدقه، بتعلموا كيف بده يقص قديش لوين. التابلت عم بخبط يمين وشمال بيمشي الحال معه ساشا، بس اذا بدي اقول له بدي قص من هون تحديدا من وين، التركيز، التركيز والدقه، في تخليه هو يرسم كارت معايده، تعبير. في كثير قصص اونلاين فينا نشوفها كمان هينه من اغراض البيت، يعني ما في حلقات سابقه عملناهم في مره بعتي لي على الواتساب كمان كثير اكتيفيتيز بقلب البيت. أيه. من خلال المصفي والشاليموني والستيك، ففي اكيد بالعيد فرحه العيد ما نروحها، هيدي رسالتنا، استثمار لحتى نعلم الخير والتعاون وقيمه الهديه وقيمه ناخذ شيء نحن بنحبه ونعطيه لحدا ثاني. بنجي للاهل بنقول لهم انه هون ايه ننتبه
ننتبه انه بالعيد كمان مش ننطر للعيد ونقول له ما تخليه ياكل ثلاث قطع حلو، انت حاطه الحلو قدامه اوريدي. فكمان هيدي استثمار العيد انه يعرف قديش في سعرات حراريه قبل بوقت، او تسمح لولد مثلا ياكل قد ما بده بركينك لانه عيد. ولد ثاني لانه خيو اضعف بيسمح له ولد بياكل ولد لا. كمان في رولز هون قبل العيد، استثمار العيد، نوصل لمرحله العيد مش انه يجي لعندك ضيوف حتى ما تمد ايدك على الشوكولا، ما تمد ايدك على الكيك. فهدول قبل بوقت نكون احنا ماشيين معه خطوه خطوه، بنقول له رح يجي العيد، خلينا نحضر الكيك للعيد، خلينا نشوف الانجريدينتس. عم بحكي لغه واستثمار تربوي وتعليمي، يلي هو خلينا نشوف شو رح نحط بهيدا الكيك، بيقرا الانجريدينتس تبعولن. فانا عم روح معه على الجانب اللغوي، عم يقرا على التطبيقي، عم بطبق ستيب باي ستيب، عم وقتها بده ياكل هو او بده يضيف حدا تاني روح التعاون. ووقت ما يجي العيد بده يعرف انه بحق له مثلا قطعه واحده لانه هالقد بقلبها سعرات حراريه. فنحن بس تحطي رولز بطريقه المزح بتقدر تطبقيهم، بينما اذا نطرتي ليجوا ضيوف لعندك لتحطي الكيك ليقعدوا بناتك هيهجموا يمكن وياكلوا ويخبصوا، انت مضطره تقولي لهم لا يا ماما عيب، ما رح انطر للعيد لاقول له لا يا ماما عيب. عشان هيك نزرع هذا الشيء قبل بوقت ونستمر نستثمر اي نشاط نشتغله نحن مع اولادنا لحتى نعلمهم لغه وحساب ورياضيات. يعني الام لا شعوريا الام شاطره كثير انها تخترع حيلا شيء لتدخل البهجه لاولادها، فبدون توصيات صح. الام عم تفتش على حيلا شيء مثل ما قلنا على تنكي على قنينه تلونها بهالوقت او على كيك تعمله. الاولاد هن العيد يعني هن الفرحه، الله يخلي لك بناتك كل اللي عم بيصير ويخلي اولاد العالم كلها أكيد. يعني لو ما هن ما قالوا العيد معنا، ما بتحس لانه العيد معنا. هو جمعه صح. هو تواصل، هو ود، نثبت المحبه. فنحن بننطر العيد يمكن لنعبر لحدا حبنا نحن ما كنا شايفينه قبل. هون عم نحكي على استثمار العيد لتهذيب السلوك، ليعرف شو يعني صله تواصل، شو يعني رحم، شو يعني عائله. فاكيد اللي صار لنا فتره مش شايفينه حنشوفه بوجود الكورونا. هلا كمان نحن بنخصص معه بنقول له صايرين جاتين كثير بالتكنولوجي، انت عمل لينك لرابط لعائله، صاروا بيعرفوا اكثر منا كمان هلا بالتكنولوجي. انت هلا قول لبناتك خلون هن يعملوا لك سربرايز لك على العيد، خلوني مين حنشوف هلا على العيد، بصيروا بفكروا هن بالاحباب والقرايب، بتصير بتعرفي هن مين بحبوا اكثر، بيعملوا ليست، بيعملوا انفيتيشن على هالوقت المحدد، تكون انت محضره الكيك تبعك وبتحطيه وبتصيروا بتغنوا. يعني اجواء بسيطه لانه عن جد حلو كمان الاولاد يحسوا بهيدي الفرحه. ومثل ما قلت بمعين العيد لانه هذا الشيء اللي ذكرتيه نادين انه نحن شو متذكر من طفولتنا الا المناسبات والاعياد، ما بيتذكروا غير صوره حلوه صح. مثلا او راحوا مع بعضهم على صاله معين، على مناسبه معينه، على احتفال، عم ينسلموا شو كان لون الفستان، خلينا نسوي الفستان مع بعض، ما عم بيعيشوها يعني هلا نتيجه لانه بس الاهل هلا احلى مناسبه هلا انه الاهل يخيطوا فستان مع ابنهم، يخيطوا يعملوا سنسال مع ابنهم، يلبسوه على العيد، اي شغله ممكن يعملوها بقلب البيت من خلال خرز، من خلال كارت معين يعطوا لحدا الولد بس هو يعمل الشغله بحس حاله معني فيها أكيد. وما ننسى انه الاولاد هن بيقلدوا اهاليهم، فالاهل كيف بتصرفوا بالعيد مع قرايبينهم مع اهلهم كمان الاولاد حي عملوا هيدا نفس الشيء. حلو حلوه هالفقره، حكينا وخصصنا عنا اكيد للاولاد، ان شاء الله الاهل بيكونوا عم بيتابعونا وخاصه الامهات تكونوا استفادوا ان شاء الله بهالفقره. نادين جودي شكرا لك، شكرا لك ومنعيدك هيك مسبقا نعاد عليك ونعاد على الجميع وعليك على يا رب. شكرا لك نادين. مشتركه.